بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأجمعين. عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنبدأ محاضرة جديدة عن حاجة اسمها كونسلينج، والكونسلينج معناها يعني المشورة. تتكلم عن حاجة لها علاقة كبيرة جدا في الفاميلي بلانينج. نبدأ المحاضرة على بركة الله. إيش معنى كونسلينج؟ Through counseling, midwife help client to make carry out their own choice about reproductive health and family planning. بس بدي أركز على كلمة اللي هي own choice. يعني أنت بتعطي counseling، أنت بتحكي، أنت بتشرحي معلومات إيش موضوع موجودة عندك، وبتخلي المريضة تأخذ her choice without persuasion، يعني من دون ما تضغطي عليها هاي الموجود عندي وعلى ايش بخص صحتها وايش بخص الفاميلي بلانينج. يعني الكونسلنج له علاقه بالريدكتيف، الصحه الانجابيه، وله علاقه بالفاميلي بلانينج. ايش البرنسبل؟ اول حاجه في البرنسبل تريت ايتش كلاينت ويل. كل كلاينت از يونيك، كل كلاينت از سبيشال، مش كلاينت زي الثاني على الاطلاق. ايش تعمل الهيلث كير بروفايدر؟ تو بي بولايت، شو ريسبكت فور ايتش كلاينت، كرييت ا فيلينج اوف تراست. وهذه اهم كلمه، وزي ما حكيت لكم يعني احنا كهيلث كير بروفايدر اذا الكلاينتس والناس تراست اس they will tell everything related to their health. يعني انا ما بدي من معلومات منهم ولا حاجه، بدي يثقوا فيا عشان يقولوا لي المعلومات اللي لها علاقه بصحتهم. يبقى اول حاجه تريت ويل عشان يكون تراست ريليشن شيب. شي كلاينت شي شوز كلاينت ذات شي كان سبيك اوبنلي and answer questions and maintain confidentiality. يعني هي في الحالة هذه بتخلي الكلاينت تحكي بصراحة، تجاوب كل الأسئلة وتحكي. أهم حاجة إن هي لما تحكي لي إنه نأكد للمريضة إنه all information should be confidential، بالسرية التامة. أي أول خطوة اللي هي treat every patient well. الخطوة الثانية interact، أنا بسمع. وأهم حاجة يا جماعة كإحنا يعني مقدمي خدمة ونسمع للناس، البروفايدر أو الكيل كير بروفايدر listen learn respond. شايفين كيف هو بيسمع بيتعلم وبيجاوب بيتفاعل مع الكلاينت؟ وبتاع عمالين نحكي كلمة كلاينت هنا، مش عمالين بالمرة نحكي كلمة patient لأنهم they are client. each person is unique. فعلا زي ما حكيت كل مريض مريضة يونيك، تختلف، فريدة من نوعها، بتختلف قصتها، بتختلف حياتها، بتختلف. The provider can help understand personal need concerning and situation. والبروفايدر لازم تعرف ايش النيد للكلاينت. حاجة تانية tailor information to client. يعني احنا ليش بندي علم؟ ليش بنعلمكم؟ ليش بنقول education؟ لاني tailor. tailor ان هي تعطي information. تعطي information للكلاينت اللي لها علاقة بالصحة الانجابية ولها علاقة بالfamily planning. listen to the client. The provider learn that information each client need. ايش محتاج المريض اللي قدامي؟ هي اصلا في الاصل ليش جاية؟ لازم انا تاخد منها معلومات وانا اديها المعلومات المناسبة. طبعا الستيج of personal life suggested information of important. طبعا هي برجع لقديش عمرها وليش جاية، ومش شرط ان يكون عندها family planning، ممكن جاية ست كبيرة وعايزة تعمل اللي هي يعني information about menopause وتاخد مني information. information should be given accurately and language. ايش يعني accurately and language؟ لازم اعطيها للمريضة تكون صحيحة ولانجوج. language اللي هي يعني بلغة تفهمها المريضة. لازم المريضة تفهم سن المريضة، الeducations، الattitude تاعت البيشنت، انها تفهم كلامي، ولازم تعرف الانفورميشن اللي انا بعطيها اياه. كمان في حاجة كتير مهمة، avoid too much information. ما خليش المريضة تتوه مني وما قلتش اديها انفورميشن مش لازمه. انا بتكلم على الصحه الانجابيه، بصير اقولها الصحه الانجابيه ايش هي، ما اروحش اعرج على موضوع ثاني. clients need information to make informed choice، وهذه هنتكلم عليها بالترتيب. انت بتعطي منها معلومات عشان المريضه تديك تشويس، هلقيت هتكلم عليها. too much information make it hard to remember information overloaded. فعلا انت لما بتعطي حاجات كثيره المريضه يعني احيانا جدا تنسى، مش سهل انها ايش تروح تتذكرها. وطبعا الانفورميشن الكتير كلها بتعمل اوفرلودد، بتصير اللي هي تتراكم مش هتفهمها المريضه او الكلاينت. مور تايم از نيدد فور كلاينت كويشنز.
concern opinion. انا لازم في الحاله هذه لما انا كمان بعطي معلومات لازم المريضه يكون لها وقت اللي هي تجاوب، والمريضه لها وقت تسال، المريضه لها رايها فديها وقتها. فلما انا بعطي تو ماتش انفورميشن مش هخلي وقت للمريضه انها تحكي. Provide the method that the client wants. انا بدي اشوف الطريقه اللي جاياها المريضه تحكي فيها، ولقيت حتكلم على الفاميلي بلاننج بالاسهاب، ونشوف الطرق كلها والادفانتج والديسادفانتج وحنتكلم عليها in details. The provider help client to make their informed choice and respect that choice. بدك تحترمي الحاجه اللي اختارتها المريضه. اختارت IUCD. IUCD انا العربي اللولب اللي هي intrauterine septal او contraceptive device. بدنا نحترم رايها. بدها تقول لك انا بدي استعمل بيلز، بدي احترم رايها، لكن 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 حتكلم عليها later. مش كل حاجه هي المريضه بتقول لك انا بدي اياها بتكون مناسبه إلها. مثلا ممكن تجيكي مريضه وتقول لك انا بيلز بدي اللي هي كومباوند بيلز، يعني اللي هي الحبوب الثنائيه، وهذا الست عمرها فوق ال 40 سنه، بتقول لك انا بدي اياها، بقولها لا ستوب، هذه وي كانت جيف ات تو يو، ممكن يكون عندك ضغط من يكون عمرك. فانا بعطي انفورميشن، لكن انا بتدخل في حاله انه هذا ممكن يعمل اللي هي مشاكل للمريضه او يعمل اللي هي ريسك على المريضه. تمام. Counseling should start with the method with the client wants. شايفين كيف التريك الحلوة؟ اجتك مريضة وقالت لك انا بدي احط لولب، اول حاجة بروح ببدا فيها اللولب، وبصير اقولها ادفانتج، بصير اقولها ديس ادفانتج، وليش انت محتاجاها. بعدين بروح بطلع لها كل المعلومات الثانية عن الطرق الاخرى، لانه في الاخر ممكن تغير رايها، او ممكن الميديكال كونديشن بتاعت البيشنت ما تخليهاش تاخد الطريقة اللي هي بدها اياها. تمام. Explaining advantage and disadvantage. بدي احكي للمريضه ايش الادفانتج، واحكي للمريضه الديس. الحاجه الثانيه idea should be given about other methods. شايفين بنبدا في الميثود اللي بتطلبها المريضه، بعدين بندي idea في الميثود الثاني اللي هي المريضه بتصير تساليها، هتلاقيها غيرت رايها لما تلاقي الادفانتج والديسادفانتج. If there is no reason against the method the client should have or want the use of the methods is longer more effectively. إذا ما فيش حاجة بتمنع أو أسباب تمنع عن مريضة أنها تاخد الميثود اللي اخترعها، هتكون الإفكت تبعها كتير longer و most effective، لأن هي حباها، هي عايزاها. فإذا فيش أسباب فيش medical condition، بالعكس هي حابة الطريقة هترتاح معها. topics. Most counseling about method choice occurs 6 topics. هي معظم الناس لما بتختار topics أو بتختار الميثودز، ايش بتختار الميثود؟ ليش بتختارها؟ لما اول واحدة عايزة تستعمل لولب، عايزة واحدة تستعمل حبوب، عايزة تستعمل اي حاجة، ليش بتستعملها؟ بنستعمل الاتي. اول حاجة effectiveness. ايش يعني كلمة effectiveness؟ effectiveness الفعالية. ايش يعني فعالية؟ يعني والله هذه الطريقة بتمنع الحمل بنسبة 99%. خلاص، هي اول حاجة بتستعملها بتقول لك effective، بتمنع الحمل. How family planning method prevent pregnancy. تمام. يعني قديش هي بتمنع الحمل؟ هي بتمنع الحمل مثلا بنسبة 99%. الحاجة الثانية the client own experience may be worse or better. يعني المريضة جاي بتقول لك والله أنا جربت الطريقة هذه والإشي بالنسبة لي يا بكون حسن يا بكون سيء. والله أنا جربت اللولب واللولب ممتاز معي، وأنا عشان هيك عايزة المرة هذه. لا، أنا جربت اللولب. واحدة تانية هتقول لك لا انا جربت اللولب والطريقه هذه كثير سيئه ما بدي اياها. فتجربه المريضه هي اللي بتعمل لك جايدنس هي للميثود. effectiveness is the most important reason for choosing the method. فعلا زي ما حكيت effectiveness هي اكثر حاجه بتخلي المريضه تختار اللي هي الميثود الوسيله، لانه هي بتمنع الحمل بالنسبه لها، واحنا هذا اللي شايفين. يعني هي اول حاجه واكثر حاجه المريضه بتستعمل الافكتيفنس، اللي هي ايش الافكتيفنس؟ الافكتيفنس اللي هي بتمنع الحمل. الحاجه الثانيه ادفانتج اند ديس ادفانتج. كمان من الحاجه المهمه لما يجي الانسان تيجي المريض تيجي الكلاينت انها بتختار او تختار الوسيله، الكلاينت نيد تو بي اندرستاند ذس انه ات از امبورتنت تو ريمبر ذات ديس ادفانتج فور سم بيبل ار ادفانتج فور اذر. لازم تفهم المريضه احيانا الديس ادفانتج لا بتاعت الوسيلة ممكن بالنسبة لها تكون ادفانتج تانية. مثلا في ناس بتقول لك والله انا باخد الحبوب والحبوب هذه مثلا هي بتعمل لي وجع في المعدة، واحدة تانية بتقول لك لا هي ما بتعمل ليش وجع في المعدة، بتصير لها ادفانتج. ف
فهي الادفانتج لوحدة بتختلف عن الادفانتج، يعني الفوائد ممكن الفوائد تكون عند واحدة تكون نفسها عند الوحدة الثانية اللي هي يعني مساوئ، يعني شايفين يعني ممكن نبني لوحدة نفس الفائدة تكون اشي فائدة ولا مريضة ثانية بتكون مساوئ. السايد افكت التأثير الجانبي عن كومبليكيشن، this client no side effective method and use it longer. هي المريضة لما بتعرف ال client side effect and use it longer. Side effect may be bothersome but are not a sign for dangerous or sign اللي هي serious condition. واحدة هتقول يا مسج الفرق بين ال advantage وال disadvantage، لما تشوفوا كيف كل طريقة ال advantage وال disadvantage هتعرفوا. Side effect ممكن اللي يكون يعني علاقة بال يعني المادة الموجودة نفسها فيها الحبوب مثلا الاستروجين والبروجسترون او الاشي زي كده لها شوية سايد افكت. بذر صم يعني اللي هي شوية يعني بتزعج شوية. الادفانتج حاجة هيك المساوئ والمحاسن تاعت الطريقة. الكلاينت نيد تو نو وين تو سي ذا دكتور اور مدوايف اند ريتيرن تو كلاينت. هذا التوبك الثالث انه كمان من حاجة وقتش تيجي الزيارة، وهذا بصير اللي هي appointment system. appointment system اللي هي معاد المراجعة وقتش تيجي وتروح. حاجة تانية how to use. التوبك التالت الرابعة تبعت اللي هي يعني الميثود انه how to use كيف تستعمل الطريقة، وهذه بدها يعني critical thinking من البيشنت ومن المدوايف كمان، لانه في احيانا جدا بصير مس اندرستاندينج. هتيجي الست تقولك والله انا حملت. طب انت حملتي ليش؟ انت ما مشيتيش على التعليمات اللي انا اعطيك اياها. ممكن انه المدوايف هي يعني اعطت تو ماتش انفورميشن او ما فهمتش المريضه انه كيف اللي هي الانفورميشن. فالانفورميشن هذه لازم تكون كلير. Practical instructor are important. Practical العملية هيك نعمل الحبوب بدك تاخديها الساعة كذا، بدك تصحي الساعة كذا، واللون الأحمر، وحنتكلم في كل مثل. What to do in case of mistake or special matter or as remembering. افرض صار اشي معين، صار غلط، اخدت حبتين، نسيت حبة، صار اشي ايش تعمل؟ فلازم نقولها. الحاجة الثانية STD sexual transmitted disease prevention، ويمكن هذا من الحاجات المهمة جدا في الميثود. الحاجات المهمة كتير كتير في الميثود انه نعلم المريضة انه هذه الوسيلة ممكن هي تمنع sexual transmitted disease ولا تمنعش sexual transmitted disease. through the use of condom to be prevented، وحنعرف في السياق بعدين انه اكتر حاجة يعني بتمنع sexual transmitted disease اللي هي حاجة اسمها الميل كوندوم. when to retain الطبقة الثالث اللي لأي وسيلة احنا بنستعملها بنحكي when to retain ان هي وقتاش ترجع وتيجي للأبوينتمنت سيستم. there are many good resources or reasons to retain to clinic or getting more supplies. بيل ولا كوندوم في أسباب كتير بتخليها تيجي. أهم حاجة من الأسباب انه انا بدها مور سبلايز، بدها كمان اللي هي السبلايز اللي هي محتاجاها، يعني خلص اللي عندها الوسيله بدها كمان. عم يبقى اكيد هي جايه عشان تاخذ اللي هي المؤن او اللي هي يعني الاحتياجات تبعتها، خلص الحبوب وخلص الكوندوم فهي بتروح. يبقى الحاجه الثانيه رايحه عشان تعرف اللي هي سبلايز اللي هي المؤن. in case of IUD الانترايوتيراين ديفايس or sterilization الاسترجال اللي هي بحاجة اسمها يعني العو يعني permanent sterilization معنى على طول، يعني نتكلم عليها ان شاء الله. الفازيكتومي او التيوب الليجيشن اللي هي التعقيم على طول او بنعمل ليجيشن وما بصيرش تحمل بالمرة عادي. permanent method client need to return for up والICD لازم كمان ترجع للفولو اب، وحنعرف يعني الفولو اب لو صار عندها اي حاجة طرأت في الاشي. client always welcome back anytime for any reason، وهذا اللي لازم نقول للمريضة اهلا وسهلا فيكي اي وقت انت محتاجانا تعالي ونعلمك. تمام، يبقى فهمنا هالجيت انه احنا ايش هي التبس اللي بخلينا نختار الوسيلة وليش. نتكلم على الستبس. لنيو كلاينت، كلاينت اجتك جديد وعايزة تستعمل الوسيلة، ايش بنعمل معها؟ counseling a new client about family planning process اللي هي واحدة جاياك جديد وهم عاملينها في حاجة لطيفة جدا، حاجة اسمها gather.
جذر يعني معناها تو جذر، او نعمل 6 حروف بسميها اكرونيمز. اكرونيم يعني كل حرف له كلمه. نشوف الجذر، اول واحده الجريت اللي هي الجي معناها جريت. الكلاينت از اوفر ريسبكتفول مانر برايفسي كونفيدنشال شود بي مينتين. اول حاجه لقيني ولا تغديني زي ما بنحكي مصطلحاتنا العاديه. ايش نقول للمريضه؟ اهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضلي، عشان احنا نقولها بنتين تراست ريليشن شيب. هذه اول حاجه كونفيدنشال برايفسي تراست ريليشن شيب في اول لقاء. As a client, how you can help and explain what a client can offer. As a client, يعني انت ask a client، اسأليها إيه ليش جاية، ايش محتاجة، ايش عايزة، خليها تتكلم زي ما حكينا. ال A ask the client about themselves، احكيها كيف حالك، كيف انت، ايش انت جاية، ايش بتتمني، ايش الوسيلة اللي عايزة تستعمليها. فليت ذا كلاينت توك اباوت ذير فاميلي بلاننج. طبعا انا ما بدي تحكي عن عيلتها اكثر، انا الحمد لله، بس بدي اياها تحكي عن الوسيله اللي بتستعملها اندر برودكتيف، ويش از كونسيرن، ايش الامنيه اللي بتتمناها، نيد ان نولج، وايش اللي انت جايه، ايش العلم اللي عايزاه، ايش الانفورميشن اللي انت عايزاها، ايش الوسيله. فخلي المريضه تتكلم. اسك ذيم اباوت فاميلي بلاننج ميتنج اون مايند، يعني ايش الوسيله اللي انت حطاها في مخك. وطبعا تنسوش يعني لما تكون هي جاي جديدة حتكون غالبا من وين سمعت، سمعت من امها، سمعت من اختها، سمعت من جارتها، فكل واحدة بتسمع منها كلام كلام كلام، وبتيجي والله بتقول في حاجة معينة في مخها. واتفقنا اذا احنا بدنا نعطيها وسيلة او بدنا نعمل لها كونسلنج، اول حاجة بنقولها الوسيلة اللي في مخها، نحكي لها عنها. put yourself in the client's place، يعني حط محلك محل المريضة، شو فيها بتيجي، بدها information وبدها. طيب T بكلمة gather tell clients about choices، يعني depends on the client. see tell the client what the reproductive health choices make might، ايش الموجود الخيارات اللي عندنا. بروح اقولها كل الاشي المناسب لها، مش واحدة مثلا عاملة cesarean section واروح اقولها والله انت مفروض نحط لك لولب. ما احنا عارفين اول 6 شهور احنا ما بنحطش لواحدة عاملة cesarean section IUCD عشان بنخاف من الادهيجن، فبنقولها التشويسز التانية. focus in a method the most interest the client and briefly mention the other available method. يعني من الاخر، واحدة رايحة تشتري جلباب لونه اخضر، تمام، منروح نوريها اول حاجة جلباب اللون الاخضر، بنصير نحكي لها عن الجلباب اللون الاخضر. بعد هيك بنصير نطلع لها كل الجلبابات التانية ونعطيها فكرة عنهم، هي حر، احنا ورناها. وهذا الفاميلي بلاننج، هي عايزة اشي معين في مخها، بروح حكينها الاشي اللي هي انترست فيه، الاشي اللي هي يعني حابه، وبعدين بنحكي لها الحاجات التانية ان ديتيلز، وبنقولها عن كل الحاجات التانية. الاتش من جذر هيلب، دورك فاسيليتيتور، ميسرة، مساعدة. هيلب كلاينت تو ميك ان انفورمد تشويس، ساعد المريضة تعمل انفورمد تشويس، خلي المريضة تعمل التشويس اللي هي عايزاه. ذا بروفايدر شود help client to express feeling and ask question consider medical eligibility for the method. يعني الثاني ابقى ليش دوري انا facilitator، ميسرة، مساعدة، اعمل ايش؟ اني اعمل help client make informed choice، خلي المريضة تعطيها information انت عشان هي تديك التشويس. كيف يعني؟ هاي هلقيتها اتكلم فيها في السلايد اللي بعدها. consider بروفايد، طبعا يعني البروفايدر شود هيلب كلاينت تو اكسبريس فيلينج اند اسك كويشن، خلي المريضه تحكي، خليها تعبر عن نفسها، خليها تسال اسئله. كونسيدر ميديكال اليجابيليتي فور ذا ميثود ذات اللي هي انترست كلاينت، ما ننسى اللي هي الميديكال اليجابيليتي. ايش يعني ميديكال اليجابيليتي؟ نتكلم على الميديكال اليجابيليتي، نتكلم على اللي هي المؤهل اللي هي الطبي، يعني ايش مؤهلاتها الطبيه، لو هي عندها ديزيز، لو عندها مرض، انت اهتمي في الموضوع. ask if the partner will support client decision، اساليها حاجه كتير كتير مهمه، هل زوجها بده يدعمها لو تاخذ الطريقه؟ واخطر طريقه، احنا بالهازبند لازم يكون كوبريشن، وكله بكون هو لازم يعمله الكوندم، الميل كوندم، هو هذا تقريبا مفروض انه يجي الميل ويعني ياخذ الوسيله، بس طبعا هذا مش موجود، مش يعني حاجه اليجنت في اور كوميونتي. ف
فبتروح الفيميل، مين اللي هيستعمل الكوندوم؟ هي الميل هو اللي هيستعمل الكوندوم، وغالبا غالبا اذا ما فيش كوبريشن الست مش هترفض، لانه كل اللي الكوبريشن لازم الميل. في وسائل تانية ممكن بدهاش يعني الميل، لكن احيانا جدا لازم يكون هو بعض الوسائل بده يكون كوبريشن، زي مثلا فيميل كوندوم، زي مثلا الديافرام، زي البسري، كل هذه بدها كوبريشن من الهزبند. ويمكن جزء كبير كبير اذا الكوبريشن من هزبند الوسيله مش حصير فيري فيري افكتيف، يعني مش حصير فيري افكتيف. تمام، explain fully how، هاد الاي في الجذر، explain fully how to use a choice method. منيح fully، fully يعني كاملا، كيف تستعمل الميثود من الاي للزد. لازم نقول للمريضة ونقعد معها وكيف تستعمل المريضة، وفي اشياء حاجات كتير لطيفات جدا كنا نستعملها، نروح نقول للمريضة كيف استعملتي، تلاقي حرام المريضة ignorance، وهذا برجع لك يا قابلة او health care provider انك انت تشوفي مين المريضة اللي قدامك، هل هي educated مش هي educated، هي ignorance، هل ست يعني مش متعلمة او حاجة، فلازم توصل المعلومات. After a client chooses a family planning method give her supplies، تعطيها كل المؤن تبعها قديش هي محتاجة. طبعا الاي او سي دي ما خلاص نحط، وهذا وين كل 5 سنين او 6 سنين احنا بنغير اللي هي اللولب، يعني ما بدوش شيء الحبوب، لا لازم نعطي الصبلاي لشهر او شهرين، الكندم كل شهر، فلازم نعطيها المؤونة بتاعتها. explain the method of use، encourage question answer them openly and fully، وخليها قبل ما تطلع اشرحي لها كويس وقولي لها كويس عشان هي تختار الطريقة وتطلع راضية مرضية عارفة كل اللي بدها اياه عشان ما تتغلب. give condom for any anyone at risk for sexual transmitted disease، ومعروفة هذه انه لو واحدة في عندها بتخاف من sexual transmitted disease خليها معها الكندم، وحلاقي انه الكندم بنفع في حاجات تانية، في حاجة اسمها emergency pills. retain اخر اشي في الجذر حرف الار اللي هي retain visit should be welcomed، انه هو للست يعني هي من حقها تيجي اي وقت في حالة ما صار اي مشاكل، لكن كل واحدة الها، كل واحدة إلها وقت ترجع، يعني مش كل وقت أنا بدي أرجع، لا لها ريتين، لها appointment system. appointment system اللي هي يعني معاد الزيارة وبترجع كل شهرين كل 3 شهور، لكن إذا صار عندها أي emergency، إذا صار عندها أي مشاكل، إذا صار missed period she will come anytime. discuss and agree them when the client will return for follow up and more supplies، بتأهل وسهلة فيها أي وقت وأي وقت إذا هي محتاجة more supplies. always invite client come back anytime for reason، اهلا وسهلا فيها، ادعوها اي وقت تيجي، هنتكلم هالجيتها، هنبدا هي الفاميلي بلاننج اللي هي ان ديتيل. طيب هنتكلم على الفاميلي بلاننج، وفاميلي بلاننج يعني مش حاجه سهله، لكن مش حاجه صعبه، لكن هنشوف ايش اللي هي الفاميلي بلاننج. فاميلي انا خليني اقول اللي هي تنظيم وليس تحديد. طب ليش احنا بنعمل الفاميلي بلاننج؟ هنخش يعني ناخد في بالنا كل الconsiderations، ومش هنخش في أمور اللي يعني مثلا الconflicts مع مثلا بعض الناس وبعض رجال الدين وبعض الحاجة، لا يعني عنا آية قرآنية واضحة جدا، وحمله وفصله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أنا لو بدي أحسبها عندي 30 شهر من بداية الحمل، يعني أنا 9 يعني عندي مدة معينة for spacing، وهذه لازم من يرتاح ويرتاح فيها، الكل عايز يرتاح والكل له حقوق. اول حاجه الومن، فحنتكلم فاميلي بلاننج هيلب ايفري وان، كل ايفري وان فعلا فاميلي بلاننج ايفري وان للومن، بروتكت هار فروم ان وونتد بريجنانسي، يعني هي لو سابت حالها، ما انتم عارفين يعني في بعض الستات ما شاء الله فيري جود اوفيوليشن، ممكن تحمل الست هذه كل 40 يعني على 40 زي ما بحكوا، فخليها هي ترتاح ما بدهاش البريجنانسي. save lives for high risk risk pregnancy and abortion، فعلا هذه اول حاجه انا بعتبرها في الفاميلي بلاننج save life، اني انا احافظ على الحياه، احمي حياه الست من الحمل الخطر ومن الاجهاض. decrease of number of maternal death and اللي هي help prevent a certain disease such as and cancer and sexually transmitted disease. تمام، يبقى الحاجه الثانيه انا اخلي الست ان هي برضه ترتاح، و وانتوا عارفين الماتيرنال مورتاليتي ريت يعني هتاخدوها يعني في الكومبليكيتد، واعرج عليها شوي صغير، انه في كل سنه بموت من الستات حوالي اللي هي 500 الف يعني نص مليون
ست من اللي هي لها علاقة بالحمل، منها أول حاجة البوستبارتم هيموريج، الهايبر تنشن، الابورشن، السبتك ابورشن، الكاردياك ديزيز، الديزيز كلها هذه من الحمل. فإحنا مش هنخش في كونفليكت، يعني واحدة مش بتقول لي أنا مخلفة 10 زي اللي مخلفة 4، لا طبعا هي بدها تحافظ على صحتها والسبيسز، وهذه مش مسألة نقاش. طبعا مين كمان في الفاميلي بلاننج بيرتاح؟ للتشيلدرن، سيف لايف فور تشيلدرن باي سبيسينج بيرث. وانتوا عارفين اياكم يعني في بعض، ما بدي اخش في امور الدين، لكن الغيله اللي هي ورا بعضها بتغيل. اذا قالك يعني والولدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، لمن ان يعني اراد ان يتم الرضاع، يعني عندك انت اقل حاجه بدك انت يعني شهرين كاملين، يعني حولين كاملين اللي هم 24 شهر، يعني سنتين ممتازات. السنتين هذول البيبي طبعا لمن اراد، بس البيبي بيرتاح والبيبي بيكبر، وابو سنتين زي ما بيحكوا بروح شره، بصير ياكل ويشرب واوير، والتواليت التريننج، والام بتكون ارتاحت يعني مده يعني شهرين حلو، سنتين حلوين جدا لمن اراد. المين طبعا واحده هتقول لي وش دخل المين؟ طب هو مين اللي واقف في جنب؟ مين اللي بيجيب فاينانشال؟ مين اللي بده يجيب المونه والسبلايز؟ مش الهازبند وهو برضه مش هيساعد في الكير؟ هيساعد في الكير. هيلبس من كير فور ذير فاميلي بروفايد بيتر لايف، وفعلا هذا مش هلاقيها الا بالحقيقه. يعني في ناس بقول لك انا بدي اتمنى يكون عندي عدد كبير جدا، لكن لما يبدو حكاية انهم يخلفوا ويصير عندهم اولاد بيقولوا لا انا ما توقعت الحياة هيك وما توقعت الاولاد هيك. الولد عايز فود وعايز حليب وعايز بامبرز وعايز دايبر وعايز كير، فبصير يقول لك لا خليه يرتاح وانا ارتاح عشان احضر البيبي اللي بعده. فاميليز طالما هي، طب احنا ما هي مين هم؟ مين هم الومنز والتشيلدرن؟ هم الفاميلي، هم الكوميونتي. لعلمك عندك انت جود فاميلي، عندك جود كوميونتي، عندك ناشونال ممتاز. المين طبعا الفاميلي، اتس بروفايد فاميلي ويل بينج اللي هي بيتر فود وكلودينج وهاوسينج وسكولينج. وانتم شايفين يعني كل ما كانت، مش شرط لكن غالبا كل ما كانت الاسره هي يعني العدد تبعها مش كبير كتير، الاولاد بكون عندهم شيلتر، بكون عندهم ماوى، بكون عندهم لبس، عندهم اكل، بروح لسكول. ونتكلم هلقيتها على ان ديتيل في المحاضره اللي بعدها ان شاء الله عن الميثودز ان ديتيلز. يعطيكم العافيه.